قال هارون: فلا تشمت بي الأعداء. قال لأخيه موسى. والشماتة كما قال القرطبي في التفسير محرمة، منهي عنها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم استعاذ بالله عز وجل منها كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ولذا في المسند لما دخل أبو موسى على الحسن بن علي يعوده فقال له علي: أعائدا جئت أم شامتا؟ قال: لا، بل عائدا. فقال له علي: إن كنت جئت عائدا. فذكر له حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل عيادة المريض. وهناك حديث وهو حديث جابر عند ابن عساكر في تاريخه لما أتى ذلك الوفد، قال: وما علامة إيمانكم؟ فذكروا من ذلك ترك الشماتة إذا نزلت بالأعداء. وهذا الحديث مداره على علقمة وهو لا يعرف. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا فإن شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى لما ذكره بطوله قال: وجميع الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على مثل هذا. وقد ذم العلماء الشماتة وذكروا مضارها من أنها تسخط الله عز وجل وتنتزع الرحمة من قلوب المسلمين وتورث العداوة والبغضاء وتفكك المجتمع وتمزقه. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة من الصفات الذميمة والخصال البذيئة.